لو كان كلام زويل كلام في الهوى وكلام هو كلام شفناش حاجة على الأرض. فالنهاردة على الأرض كانت وزارة الداخلية بتحقق نجاح حقيقي. كلنا نتذكر حادث الفرافرة اللي أصيب فيه عدد من جنود القوات المسلحة ومن حرس الحدود. وزير الداخلية النهاردة قال إن هم قدروا يحطوا ايديهم على 9 من الارهابيين، 7 قتلوا تماما وتعرفوا عليهم وقال اساميهم، والاخير بيدوروا على الدي ان ايه بتاعه عشان يعرفوا شخصيته. المعروف انه ده ارتبطت عملية الفرافرة بتنظيم بيت المقدس، وزي ما قلنا اتسربت معلومات وقتها بانه الارهابيون طلعوا من الفرافرة على اسيوط، ولكنهم طلعوا من اسيوط على منطقة السويس، وهي منطقة اسمها منطقة جبلية وعرة في السويس اسمها ام جراف بصحراء جبل الجلالة بالسويس، واختبروه وخلوه ملاذا للاختباء. الارهابيين 7 زي ما قلنا، 6 معروفين و7 عبارة عن جثة مجهولة. العملية زي ما قلنا كانت بتاريخ 31/5/2014 واسفرت عن استشهاد ضابط و4 مجندين. الملفت للنظر طبعا كان في عمليات اخرى جرت في ذلك الوقت حسب بيان وزارة الداخلية، ولكن لقينا هنا انه الارهابيين اشتركوا في واقعة سرقة محل مصوغات اسكندر بنطاق مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وده كان يوم 20/12/2013، وقتلوا صاحب المحل. كمان قتلوا عضو مجلس الشعب السابق عبد الحميد سلمي بشمال سيناء، وايضا قدروا ان هم يسرقوا مكتب صرافة في المعادي. ده كلام على الارض، ده كلام حقيقي. وخلينا نشوفهم هم فيلم صغير من دقائق النهاردة قدمتها وزارة الداخلية، نشوف دقائق حقيقية بدل من الكلام اللي في الهوى اللي بيقوله أحمد زويل. بيمشطوا جوه باشا. غالبا دي قنبلة في سلك من جوه.
اعز كل مصري واقول له ده اللي استشهد ده فدانا كلنا وكمان دمه في رقبتنا كلنا. انا مش بنسى وافتكر ان انتوا كمان مش هتنسوا وافتكر ان الجيش والشرطه مش هينسوا ابدا حق، لان احنا عايزين الخير وعايزين الاصلاح، لا عايزين نكسر ولا عايزين نهد، عايزين نشوف بلدنا كويسه، بلدنا بخير وسلام، عايزين الناس تعيش في امان، مش عايزين اكتر من كده. انما هم عايزين ايه؟ بصوا حوالين منكم وانتوا تعرفوا. دول الجنود المجهولين، دول النجوم المجهولين اللي بيوفروا الامن والاستقرار والحياه لينا. مش بس مجرد كلام، مش مجرد واحد جاي من امريكا عشان يتكلم في التلفزيون. اشوفكم بعد الفاصل.